تتزوج واحدة مو من جنسيتك؟ والله ما أدري، هو الزواج كله جنسية وغير جنسية مشكلة. خل نصرف الأهل وأرجع لك. تحمرت ثانية لكسر ضلوعك زود، فهمت ولا لا؟ أنا شيخة بنت بطي، ما ترفع صوتك علي. كل ما تتعودها قلت هوبا حجتي، ولا تجي إلا بالعين الحمراء. هوبا والله انا ما افضل صراحه، لان نفس الجنسيه نفس العادات نفس التقاليد نفس الاصل نفس كل شيء، فافضل نفس الجنسيه صراحه. انا متزوج ومو من جنسيتي عادي. إيه؟ اكيد تمام. مسويها. كمبدا ايه، كمبدا إيه؟ عادي. ايه كمبدا ان عادي اي جنسيه. ايه عادي يعني ما في اختلاف، عادي لو هو بيرتاح لها يعني خلاص، ترى في اتفاق يعني. إيه؟ بس انت مثلا ترضين تتزوجين واحد مو من جنسيتك؟ لا لا. لازم مصري. إيه لا لازم مصري أكيد. لا لا. إيه ليش؟ يعني بتبقى في اختلاف وجهات نظر كذا. أحب إن لما يتزوج أتزوج مصرية. بس الاختلاف حلو يقول لك. والله فندم لا مش حابب أمر زيادة. لازم مصرية. إيه لا عادي تشرف بالجميع. ليش؟ ما في اختلاف، الاختلاف في الثقافات بس. بش فيك؟ كلمة كلمة قول له. هذه ما تصح لك. شوف لك واحدة من أهلك، ربعك، ديرتك، دينك. لا لا أفورت وايد وايد أفورت. وطني مو لايق عليك، مو لايق. طولتي. طولتي. يابا ما تصح لك هذه. ابن حلال هذه ممكن. قول له أمثلة صارت لك، خليه يقتنع. خلاص، والله علي شانك، بعطيه مثال ثاني فري. يا حبيبي.